ماشي غادي الحق. رانا متحكمين بنسبة 90% في هذا الفريق، قولنا ثلاث مواقع رانا في إطار المجابهة تاعهم. إذا التحقيق جاري من طرف الجهات المختصة. للإضافة نجد حاجة كذلك، الوزير الأول يتبع دقيقة بدقيقة الوضع. إحصاء الأولي للخسائر تقدر بحوالي 1500 هكتار، ولكن قابلة للارتفاع ولا للمراجعة. هذه بيسك رايح إن شاء الله ترافقنا في هذه الأخر الوكالة الفضائية الجزائرية.